حقيقة ما يجري من أحداث متسارعة. إحنا كنا في بهذا البلد ندعو إلى الوحدوية وترك الفئوية وترك دعوات التشرذم والتقسيم، ولكن المحصلة أدت إلى أنه يجب أن ترجع الأمور إلى نصابها ويعود الأمر كما كان عليه. طبعا نحن كمجلس عشائر محافظة صلاح الدين نمثل جميع عشائر هذه المحافظة ومكافه اطيافها وكافه نسيجها، حيث ان محافظه صلاح الدين تعتبر عراق مصغر ونسيج متجانس. وكنا نجلس على طاوله واحده، كنا الحقيقه ندعو جميع القوات الامنيه والشعب الموجود في طوط خرماتو الى ضبط النفس والعوده، انه هذه القوات هي تمثل البلد وتمثل عراق واحد، عراق موحد، عراق قوي قادر مقتدر على حمايه نفسه من جميع الاخطار. الحقيقه ندعو الناس الى العوده الى منازلهم والعيش والتعايش ضمن رقعه واحده وهي مدينه الطوز وضواحيها والقرى والنواحي التابعه لها، والعوده الى محافظتهم محافظه صلاح الدين، لنبدا من جديد، لنخلق جو ونخلق ايام مشرقه وبسمه مشرقه على شفاه الاطفال ان شاء الله في الايام القادمه.